رويدة، ليه أعمل سوشيال ميديا طالما كلها سلبيات وكلها حاجات زي زفت؟ خليني قاعدة من غير سوشيال ميديا. نرجع لنفس النقطة اللي اتكلمنا فيها من الأول، إنها سلاح ذو حدين، وإن أي حاجة يا جماعة بتزيد عن حدها بتتقلب ضدها. أنت لو زودت الدنيا عن حدها، إن أنت كل حاجة في حياتك بتصورها وخصوصيتك الشخصية بتصورها، هتفقد معنى الحياة. أما أنا بخرج الخروج عشان أصورها، اما انا الاكله قبل ما رويدة بعمل في دي الناس عشان تعرف مكان كويس. لا ما اقصدش، ما اقصدش انت هتخرج مع بعضها وتعمل تجمعات عائليه. يعني مثلا رويدة تقصد ان انت لو خرجتي خروجه تقولي المطعم ده اسعاره كويسه والاكل بتاعه نظيف، يعني الناس لو عايزه تخرج بيبان اعتقد من طريقه الكلام. بالظبط. لا انا كمان مش بكأ، في بعض الناس عندها هوس بالتصوير، بمعنى ايه؟ زي ما جالك في الفيديو كده، يعني هما مثلا قاعدين مع بعض كل واحد ماسك الجهاز، هما خدوا اللقطه بس ان هما قاعدين مع بعض، هو كل تركيزهم في القصه دي، كل تركيزها ان انا اصور الاكل، اروح المكان الفلاني اخد اللقطه، لكن مش استمتع بالمكان الفلاني، مش اقعد مع صحابي نتكلم مع بعض. عارفه الحاجات، قيمه المتعه حتى في اللحظات الشخصيه بقت بتضيع، قيمه المتعه حتى في لحظه رومانسيه بينك وبين مثلا زوجك بتضيع، عشان انت بكل هدفك ان انت تصوريها وتطلعيها الناس تشوفها. فهو ده اللي هي الزياده اللي بيزيد عن حده. بعض الامثله مثلا، بعض الامثله، في ناس بتتقابل في رمضان مره يعني، وبتخرج مع بعض خروج مثلا انا وتسنيم وجروبنا الصغير، وانت منورانا فيه طبعا يا رويدة. كل رمضان يا رب ما يقطع لنا عاده يا رب، زي ما بيقولوا كده. وفي رمضان مره في السنه، هي مره في السنه. انا بقول لك احنا بناخد صوره كل مره في رمضان، ولما ننزلها على الانستجرام برضو في ناس على فكره بتخش تتنمر علينا، وانتوا قاعدين فين ونسيتونا وبتاكلوا وبتشربوا وبتعملوا. على المره اللي بنخرج فيها نفطر سوا فيها في رمضان احنا وجروب صديقاتنا. طيب هل الناس دي بقى شايفه ان انا مش من حقي اعمل ده، وانا من حقي ابرر لها اقول لها والله العظيم اصلا ما خرجتش مع صحابي دول بقالي سنه كامله وبستنى الخروجه دي من السنه للسنه، ولا المفروض يبقى رد فعل ايه؟ هبرر ولا اقول لها لو سمحتي مالكيش دعوه دي خصوصياتي؟ او بلوك على طول. على طول. هو انت الاشخاص اللي بتتكلمي عليهم دول المفروض يتبعوا الخطوات اللي الدكتوره قالت عليها، لان المشكله عندهم هم. يعني اول ما انت، انا بتكلم على اللي بيزيد عن الحد، وبتكلم على حاجه خاصه بيكي انت اللي هتضري فيها، ان انت هتفقدي اللحظه بتاعتها. لكن لما بتبقى مثلا بتنشري صوره بشكل يعني معين لتوثيق حاجه معينه، معلومه بتديها زي ما انت قلتي رحت مطعم معين، فبقول يا جماعه فين المطعم الفلاني كذا، كمعلومه بتديها هدف، قيمه معينه نشرتيها من البوست ده، كله امر. وهو ده اصلا ايجابيات السوشيال ميديا يا جماعه. ايجابيات السوشيال ميديا انها ان انت بتنشري ثقافه وبتغيري قيمه. لان في بعض الابحاث عايزه اقول لك ان بتقول ان المواقع التواصل الاجتماعي ما دخلتش مجتمع الا وغيرت في مفهوم القيم بتاعه. انت ممكن تنشري قيمه ايجابيه. هو انت اول ما بتكتبي مثلا لوالدتك، او بتصوري صوره لصله ارحام، او بتقولي احنا اتجمعنا، هو انت ليه ما بتدعميش؟ ما انت ممكن تبقي بتدعمي قيمه دلوقتي، قيمه ان الصحاب بيتجمعوا، فالناس تبقى بتغير هو كمان يتجمعوا. اما بتقولي انا بشكر، بتشكري مثلا في خالتك او في جدك، او اتجمعتي مع قرايبك ونشرتيها، الناس بتفتكر قرايبها وممكن انها تروح تقلد، يعني تقتدي بشكل جيد. فهي ان انت ممكن تبقي بتنشري حاجه بهدف فيه قيمه، مش مجرد ان انا الهوت شوكليت تصوره والمش عارف ايه وكل حاجه انا في حياتي بصورها. حتى في بعض الناس وصلت ان هي الخلافات بتاعتها بتنشرها. خلافات، والله الخلافات الزوجيه احنا مش بس الزوجيه، بتشنع بشريك الحياه او بالشخص اللي اختلف معاه. هنا كنا لسه من فتره بنتكلم عن الزوج والزوجه اللي كان مشكلتهم كبيره جدا على السوشيال ميديا، كل واحد منزل سكرينات من الواتساب بتاعه، والعلاقه بتتدمر. يمكن كانوا ممكن يتصالحوا، لكن بعد ما اتنشرت وخلصت الناس كلها سمعت، كل واحد هيتكسف اصلا ان هو يرجع للتاني. نفس القصه بين الصغير يا سات العالم، كل واحد عم بيعطي رايه وعم بيحط حاله ان هو الحكم بيناتهم، فايده الشغل ان هو صحيح ان وجهه نظره هي الصح، وان وجهه نظره هي الحقيقه. اصلا بيكونوا ما بيعرفوا. انا عايزه